السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم، هذا الفيديو عندنا فيه تسريبات صوتية غنسمعوها إن شاء الله في آخر الفيديو، وعندنا هاد الصورة الحقيقية من مصدر أو من مسرح الجريمة إذا صح التعبير، باش نحطكم في صلب الموضوع ونشرح لكم شنو واقع وشنو كاين بالضبط. في البداية نقول لكم على أنه هذا الفيديو وهذه التسريبات اللي غتسمعوا في هذا الفيديو غنشرهم في هذا الفيديو تحت الطلب، وطلب من واحد شاب في الربعينيات من العمر كيسكن في مخيم بوجدور اللي هو مخيم 27 بالتندوف. اعطاني هاد الاوديوات وقال لي ما تذكرش اسمي، ما تذكرش اموري ومعلوماتي، تكلم على هذا الموضوع الله يجازيك بالخير، راه مضغوط علينا هنا في المخيمات. ركزوا معايا وسطروا على مضغوط علينا. كيفاش مضغوط علينا؟ راه هاد الكلمة وهذا المصطلح اي حد صحراوي من المخيمات كان يعاني من الجزائر كيحس على انه مضغوط عليه، مضغوط عليه في مخيمة تندوف. وهذا المصطلح راهو يعرفه جميع المحتجزين ودائما يقولوه، يمني تشد بهم الغضب، يحسوا بالمعاناة ويحسوا بالحقرة والظلم كيقولوا بدون إرادة راهو مضغوط علينا في المخيمات، مضغوط علينا يعني محقورين في المخيمات. أنا الآن داركم تبلغ هذه الرسالة لجميع الدول وجاء أقصى تنشروها في أقصى حد دول عرب. دول العرب، دول أجانب، أي شيء. أنا رانا مضغوط علينا في الرولة، رانا مضغوط علينا هون في مخيمات اللاجئين الصحراويين عند الجزائر هون. أولادنا جايين علينا أربعط هون، واللي مراق من أولادنا يدور يبي لود لغمة عيش، والله يدور يتمرزق من شي سياني شنو. لا أولاد الشهداء واليتامى، لا أولاد بين أولاد الشهداء واليتامى كلها مساكين منين يمرق يلود لغمة عيش مساكين. يترتروهم مزال يا حرب، شوفي يكونوا بعمارة ما أعطاه سابقين ذا، ما نذروه ما سولون تشتعد الماء والو، ديرك يحرقوا كبودنا، ما يحرق كبودهم ما كينا عليهم ولا ليلة. ساكنة مخيمات تندوف مضغوط عليهم الجزائر، كتعتبرهم وكتصنفهم وكتروج لهم الجزائر على أنهم لاجئين، لكن هذ اللاجئين محرومين من أبسط وسائل العيش، محرومين من حقوقهم كلاجئين، لحرية التنقل، لحرية التجوال، لحق التوظيف، لحق الشغل، لحق العيش الكريم، ممنوعين من جميع الحقوق وحتى حق التوظيف وحق الشغل، وعاطينهم حق واحد وحق الموت، ويدفعوهم للموت والهلاك ويدفعوهم المناطق العازلة وتجيهم الدرون المغربي تخبطهم. واللي بدخلش المناطق العازلة تجي الدرون المغربية تخبطوا وتقتلوا، وحق المغاربة أي حد دخل فم كان يهدد المغرب، يهدد الشعب المغربي، يهدد الحدود المغربية، يعود مصدر خطر، من حق المغرب تجي الدرون المغربي وتقصفوا دفاعا عن النفس. ولكن هنا الجزائر عاطيهم اختيار، إما تدخل عند المغاربة يقتلوك ولا نقتلوك حنا، إما تقتلك الدرون المغربية ولا تقتلك الدرون الجزائرية. عدد كبير من الشباب في مخيمات تندوف رافضين أنهم يحملوا السلاح مع البوليزاريو، رافضين على أنهم ينضموا ما يسمى الوحدات العسكرية للبوليزاريو. علاش؟ لعدة أسباب. لأنهم كيشوفوا مصيرهم محتوم، مصيرهم هو الموت. الحرب اللي داخلها البوليزاريو ضد المغرب حرب غير متكافئة، المغرب مسلح، عنده درونات، عنده أسلحة حديثة، جيش نظامي متطور عكس البوليزاريو، جيش ولا مرتزقة ولا ميليشيات عشوائية، عندها شي من الأسلحة لا تستعمل نهائيا في الوقت الحالي في الحروب الحديثة العصرية، عندهم أسلحة قديمة من عهد الاتحاد السوفيتي كان عطيها لهم القذافي، ما عندهمش أدنى وسائل الدفاع عن النفس ولا
أجهزة متطورة تكشف أو تعلمهم باقتراب الدرون فقط على أنهم كيدخلوا كيموتوا كيتقتلوا ما كيرجعوش إلى دخلوا المناطق الهزيلة. لهذا أصبح عدد كبير من الشباب رافضين على أنهم يدخلوا المناطق الهزيلة ولا ينضموا ميليشيات بوليزارو يحملوا السلاح، ما بغاوش يموتوا. كيمشوا ينقبوا عن فتيتات الذهب في ضواحي مخيمة تندوف في ولاية تندوف، منطقة غنية بالذهب، وكينقبوا عن الذهب بطرق عشوائية بدائية قديمة. ما كيغتنوش ولكن كيعيشوا كيسترزقوا. هذا الرزق رافض الجزائر على أنهم ينقبوا عن الذهب في أرضها وترابها اللي هي أرض محتلة بطبيعة الحال تندوف، وكتدفعهم عمدا انهم يمشوا ويحملوا السلاح مع البوليزارو ويدخلوا المناطق العازله ويجي الدرون تقتلهم ويسموه بين قوسين شهداء. لهذا الجزائر كتغفر عليهم جميع الابواب وما كتخليش لهم اي باب رزق والعيش الكريم ولقمه العيش الا باب واحد اللي هو باب الموت والانضمام للبوليزاريو وحمل السلاح والموت في المناطق العازله. ممنوع على شباب مخيمة تندوف على أنهم يشتغلوا في الجزائر، أنهم يتوظفوا في الجزائر، أو حتى ينقبوا عن الذهب العشوائي من أجل لقمة عيش. منعهم، سد عليهم، قافل عليهم، حل لهم باب واحد هو باب جهنم وباب المناطق العازلة وباب الدرون. لا خيار إلا انضمام للبوليزاريو وحمل السلاح. ولا رفضتي ومشيتي نقبتي عن الذهب تجيك الدرون الجزائري وقتلك. وهذا اللي كان بالأمس، الدرون الجزائرية جات وقصفت سيارات تابعة شباب يسكنوا في مخيمة تندوف ينقبوا عن الذهب. صواريخ هذا الدرون ما جاتش مباشرة في السيارات ولكن جات زرها يعني جنب هذه السيارات، وتصاب شاب صحراوي من مخيمة تندوف يتصاب في دراعه ونقلوه للمستشفى. السيارة الأولى تحطمت والسيارة الثانية تصافيت الشاب ونقلوه للمستشفى. فقط هذه الأسبوعين الأخيرين تقتلوا 3 شباب راهو تكلمنا عليهم في فيديوهات سابقة، والبارح درون الجزائرية كتقصف 3 صواريخ على سيارتين من نوع تويوتا تابعين للشباب كينقبوا على الذهب من أجل العيش الكريم. سمعوا تسريبات صوتية، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. مرحبا قايبي شماتي لباس حال زين اشطاري يا ولاد العم الحال تمام. هايك الوتة المخبوطة بالدرون عند الحاج والله الخير. أحد مجرح فيها طفل شوية ده هو معنا هون لبخوهم ساروخين عاد القايلة في النهار الثاني لبخة وتة ثانية والله باطل خبط صاروخ قدامها حق عاد يخبط لها بالدرون قدامكم قايس ذاك الحويس ليتهن. مرحبا بك وسهلت يا قيبي شماسي لباس الحمد لله والو لباس الحمد لله لباس الاطفال واحده مس شوي من الزكلاط عاد كان طالع لقدام والله يدخل لي شي من الزكلاط حق والله خبطوا هم 3 صواريخ يا غير اقرب صاروخ خبطوه من الوته هاي الوته قبل ترى لك فيه حق الخير الله خبطوا واحد الاطفال كان يري حق طاح له منه حق اني عاد القايله خبطوا ماده ثانيه صاروخ مولي جد له منه تقلبت راجع نصوب حرم بعد حرم يا قاعد الجزائريين عاد الاسيان هم المغرب الدعوه قاشات